اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق ابو حمص يوم الثلاث ومعاكم قناه المعاش اليوم يوم 19/3/2024 وتعالوا نشوفوا اسعار النتايات البجري التربيه مع الحاج صبحي بتاع القصر المصري. صباح الخير يا حاج صبحي. صباح الفل. صباحك ابيض. كل عام انت طيب. وانت طيب يا غالي. والريس كل سنه وهو طيب. وانت طيب يا عم صبحي. رمضان عليه وكريم وعلى اولاده يا رب. يا رب يا عم صبحي. ويبارك لنا فيه يا رب. يا رب اللهم امين. يا رب. يا رب. الاسعار عاملين النهارده يا عم صبحي. زي الفل يا حاج. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. تحت العشرة ولا قدامهم شويه دول؟ لا قدامهم شويه لسه. قدامهم كم شهر كده عم صبحي؟ شهرين ثلاثة. شهرين ثلاثة يبقوا تحت العشرة. على اخر الربيع يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما فيش الا اثنين النهارده. ايوه يا حاج. الله يبارك لك. على الله. الله يصلح لكم. حاج احمد ما جاش النهارده. لسه ما جاش. لسه هيجي على مهله ويجي بالسلام. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ديت بكام ودي بكام يا عم صبحي؟ دي ب 31 ودي ب 32 ونص. بسم الله ما شاء الله. 31,000 و32,000 ونص. بسم الله ما شاء الله. أيوة. اللهم صل عليك. أيوة. المال صلاة النبي. أيوة. عليها. الله أكبر. أيوة. الله أكبر. ربنا يجعل سوقكم احسن منه. تحيا مصر. ان شاء الله باذن الله. ادينا الرقم يا عم صبحي. ان شاء الله الرقم تحت. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك ويصلح حالك عم صبحي وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. المال يا جماعه صلاه النبي عليها. اوت ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال. رقم تليفون الحاج صبحي 010. اللهم صل عليك يا نبي. 23-45-69-00. الله يبارك لك عم صبحي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معواجي. الله يبارك لك. صباحك زي الفل ان شاء الله. نارك زي العسل. الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. صباح الفل يا عسل. صباح العسل. نارك ابيض ان شاء الله. عامله كام ديت الطيبه دي؟ بسم الله ما شاء الله. 27,000. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه. عمره 8 شهور يا صاحبي. اه يا زلمه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. 27,000 يا جماعه مال صلاه النبي عليها. الله اكبر. معك حاجه غيرها يا صاحبي؟ لا والله. الله يبارك لك فيها ويصلح حالك. معك رقم تليفون لحد عايز حاجه نتواصل معاه؟ 010 612 577 577. قاعد فين يا صاحبي؟ تيل بارود. تيل بارود وتجار تيل بارود. الاسم طيب؟ معلم زايد محمد عيد. المعلم زايد محمد عيد. تيه البارود محافظة البحيرة. الله يبارك لكم ويصلح حالكم واجعل صباحكم ابي. كل سنة طيب يا غالي. اللهم صل عليك يا نبي. معلم سعيد البخشوان الله يبارك له. بسم الله. قاعد فين يا عم سعيد؟ برنس. هنا في تونس. دي سونس مدناء. دي سونس الحلفاية. الله اكبر. عاملة كام دي يا عم سعيد بمرد الله؟ عاملة 28 ونص. 28 وانت بتقول 29 ليه؟ بتزود نص؟ اه 29. ليه؟ اه هو قال 28 ونص. لا 29. الله اكبر. يعني موجود عندك نتايات يا صاحبي لو حد سعيد؟ ادينا الرقم. 012-00-00-8-8-3-3-3-0-0-9-9. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. صباحكم ابيض. الله يرزقكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. الله هو اكبر. عامله كام المبروكه الحلوه دي؟ 28 ونص. 28 ونص. بسم الله ما شاء الله. مش عارف تشتغل؟ ايوه يا عم. ليه مش عارف تشتغل ليه بس؟ ما تشتغل حد ماسكك يا حاج. بقول لك ب 30 و45. يا حول الله يا رب. زي ما انتم شايفين يا جماعه الناس هيت كل واحد عايز يمشي الكون على مزاجه. ما تمشيش الكون على مزاجك يا حاج. يا حول الله. بقول لك كام؟ 5 كروش. ما قال لك الراي 28 مش 28 ونص يا حاج؟ هو الراي كذب ليه بس؟ ها؟ والله ما اعرف. طب امال ايه بس؟ ايه انت زعلان ليه يا حاج؟ الراجل زعلان دخلك انت بالكلام دي. انا مش عارف والله. انت شفت شغله؟ ما انا ده بدخل نفسه يا حاج. حبيبي يا عم صبحي. انت شوف شغله. العالم شغله بلا. ما انا منسال دي. ده معدي بقول لك مش عارف ايه. يا عم الدنيا زايته اهي. الدنيا زايته صح. صباحك ابيض يا عم صبحي. الله اكبر. ناركم زي العسل يا رجال. ربنا يهدي كل واحد يا رب. كل واحد عايز يمشي الناس على مزاج. بيع والشراء على مزاج. يا حول الله. رب ربنا يهدي عم صبحي. يا مسائل الحال يا رب. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر.
اللهم صل عليك يعني. بسم الله ما شاء الله. صباح العسل. تم البيع والشراء ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبارك للي باع ويبارك للي اشتري. بعد اذنك بس كده عشان نشوف مصلحتنا دلوقتي. ايوه اهم عد الفلوس. الفلوس بتروح منكم. الله. طب من بعد بكام يا حاج؟ والله كل سنه طيب. يا عم شوف حالك دلوقتي يا اخي. كل سنه طيب. شوف حالك بس دلوقتي. حاضر. شوف حالك وبتعال. شوف حالك دلوقتي. ماشي يا عم. شوف حالك. شوف جوده. يا حول الله يا رب. لا اله الا الله. الراجل الطيب ده اللي يقول لنا من بعد بكام والله. شوف حالك دلوقتي. مش عايزين نقول عشان في زبون واقف. والله يصلح حالكم. الله يصلح حالكم. زبون واقف. الله يصلح حالكم يا حاج. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب. اللهم امين. اعمار قد ايه كده يا عم شحات؟ من 7 شهور لثمان شهور. من 7 شهور لثمان شهور. ها؟ من 3 شهور لخمس شهور. من 3 شهور لخمس شهور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. المعلم صبحي الشافعي والمعلم شحات برغوت اوعى تعدي وتفوت. أيوة. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. انا شايف المال صلاة النبي عليه. اللهم صل عليك يا نبي. ما صار انا فضيلك يا عم. 5 نتايات يا جماعه احلى من بعض. امه الله اكبر. كم وكم يا عم شحات؟ سم الراجل. كم وكم يا عم شحات؟ كم وكم؟ 24. الله اكبر. 21 ونص. 21 ونص. 18 و300. 18 و300. 18 ونص. 18 ونص. 18. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. افرز البين مبارك. المال يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اشكر الله قول لا اله الا الله. الله اكبر. افطن لذكر الله يا حي. الله اكبر. انا جاي لك اهو. بسم الله ما شاء الله. المال صلاه النبي عليه زي ما انتم شايفين يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. المال صلاة النبي عليه يا جماعة. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال بيرضع وبياخد ثمنات. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك حج حاج. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبارك لكم. شغال بقى وخش على طول ايه؟ خلي الفيديو على بعضه هنا. الدولة معاكم برضه. بسم الله ما شاء الله. كام يا حاج صبح الثلاثة دول برضه؟ بسم الله ما شاء الله. 20 و500. الله اكبر. أول واحدة ب 20 و500. 21 و700. 21 و700. 22 ونص. 22 ونص. بسم الله ما شاء الله. المال صلاة النبي عليه يا جماعة. الله أكبر. ربنا يبارك للمال وأصحاب المال. اللهم صل عليك كني. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللي قالوا يا جماعه قدام الكاميرا بقولوا للزباين ودينا الرقم حق صبحي 012 00 4 3 7 9 2 3. المعلم شحات برغوت والمعلم صبحي الشافعي. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. مال يا جماعه صلاه النبي عليه اهوت. الجو خفيف في سوق ابو حمص النهارده اهوت. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء. الناس المحترمين اللي بتكتب في التعليقات يا جماعه كلام سيء ربنا يهديهم ويهدي كل عاصي يا رب. اللهم امين. ويرجع كل غائب بالسلامه ويشفي كل مريض. وربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين لان احنا اموات. اولاد اموات. اولاد اموات. ربنا يرحم اللي قبل مننا عشان الناس ترحم علينا بعد مننا. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. سيبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.